طيب انا طلعت عمره، انا عندي وكان عندي 57 سنه وطلعت عمره وجوزي كان موجود بس ما حدش طلع معايا. طلعت تاني وطلعت تاني وعايز اطلع تاني وانا عندي 60 سنه ومفيش برضه محرم معايا، فبيقولوا لا ملهاش اي لازمه اللي هي في الاحتياج الوقت. هل ملهاش لازمه فعلا لازم نحرم؟ انا حاليا عندي 60 سنه وعايز اطلع تاني. طيب بيقولوا لي ملهاش لازمه من غير نحرم. طب انا عايز اعرف اللي طلعت قبل كده من غير نحرم ولا لازم نحرم؟ حاضر حاضر يا ام خالد. هي عندها سؤالين يا شيخ عصام، بتقول طلعت عملت عمره وكان عندها 57 سنه ومحتاجه تطلع تعمل عمره تاني برضه، وهي دلوقتي عندها 60 سنه لكن بدون محرم. عمره يعني؟ فبيقولوا لها اللي انت عملتيه من غير محرم ده ما يحسبش، ملوش لازم. ده عرس نمر ربنا يعني. حاجه غريبه جدا. يعني في النهايه يقول ده جائز ولا غير جائز. يعني انما مقبول ولا مش مقبول دي مش بتاعتي. تمام. بطله ولا مش بطله دي مش بتاعتي، يعني مش بتاعت حد. حتى العلماء بيقولوا والله بيقولوا شرط كذا وكذا، لكن القبول والبطلان والصحه من الله سبحانه وتعالى. لا الا بالشروط طبعا. أيوة طبعا. وحصلها من غير وضوء. ايوه. هي باطله. لا احنا نسامحه بالاركان وتوجه الى الله فعملوا بقى بين ربي. انما واحد اخذ بالاسباب كامله وفي قضيه خلافيه بين الفقهاء من يجيز ومن يمنع، وان كان الجمهور على المنع، هناك من اجاز في الرفقه المامونه وامن الطريق، فلا مانع عند بعض الشافعيه وبعض الفقهاء لا مانع. تمام خلاص راحت وخدت بهذا الراي، خلاص لا حرج عليها. طيب بتقول عندها 60 سنه دلوقتي وعايزه تطلع تعمل عمره ثانيه. هي سقطت عنها عمرة الفريضة، المفروض تحج لو تحج بقى. انما لو راحت على نفس الفتوى فيها الرأيين اللي لمن يمنع ومن لا يمنع بنفس يعني الفتوى مش هتتغير. أيوة الفتوى زي ما هي. تمام. يعني اقصد الرأي الفقهي زي ما هو. حتى بعد ما بلغت الستين. ملهاش علاقة بالستين ومش الستين، يعني هي في النهاية المسألة أمان المرأة. أيوه أمان المرأة نفسها. وإذا كان محرم عند من يحرم ما بيديش علاقة بالسن. تمام. بيدي علاقة بالحديث، يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله من أخر أن تسافر بغير محرم. أيوه. إن ده تحريم. ممنوع منه المرأة صغيرة ولا كبيرة، ومن يستثني ويجيز بيجيز في إطار إن ده مربوط بالرفقة الآمنة وأمن الطريق، فإذا كانت مأمونة بيرى أن فيها الجواز. الأولى طبعا المسنة، لكن الشرط على الجميع ومن يمنع يمنع على الجميع. طيب